دوري ابطال بقى واللي اتعملت قرعته واللي هينطلق ان شاء الله في اواخر نوفمبر، مجموعه الاهلي، شباب بلوزداد، استاد ابيجان، صح كده، واورلاندو. بايرتس اورلاندو 2013 كان احد طرفي النهائي من 10 سنين. شباب بلوزداد بقى اما تبقى فرقه جزائريه، واحنا عارفين يعني ايه لما مصر فرقه مصريه تقابل فرقه جزائريه، قوتهم هما الاثنين بيبقى لها اهميه طبعا. تفتكر المجموعه صعبه ولا ان شاء الله الاهلي يسهلها كده على نفسه؟ طيب مبدئيا ما فيش في الكوره دلوقتي حاجه اسمها صعبه وسهله. حلو قوي. قولا واحدا بس. وكمان ما فيش ولا مجموعه في الثمان مجموعات اللي في البطولتين الكونفدراليه ودوري الابطال، ولا مجموعه ينفع يتقال عليها مجموعه الموت ولا مجموعه المستحيل ولا مجموعه الحديديه والكلام ده، كل المجموعات متوازنه. وكل المجموعات في رايي 90 او 95% من المجموعات متشابهه في اللي انا هقوله لك ده. ايه؟ ان كل مجموعه فيها ثلاث فرق بيتخانقوا على تذكرتين. كل مجموعه، بص كده على القرعه هتلاقي في الشامبيونز ليج وفي الكونفدراليه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، كل المجموعات هتلاقي تقريبا ثلاث فرق بيتخانقوا على تذكرتين التاهل. وكمان حاجه تانية شبه بعضها، هتلاقي في الثلاث فرق دول فرقتين اقوياء دلوقتي وفرقه تاريخها بس هو اللي قوي، زي ما انت قلت كده اورلاندو بايرتس، زي ما موجود مع الزمالك والمصري في الكونفدراليه، اعتقد معاهم انيمبا. انيمبا النيجيري. انيمبا النيجيري. الزمالك والمصري اقوياء دلوقتي، انيمبا اسم كان من 20 سنه وحش وغول في افريقيا، بس دلوقتي الله اعلم بيعمل ايه في حياته. لكن في النهايه ظل اسم مهم. اورلاندو بايرتس زي ما انت قلت من 10 سنين كان في النهائي. بالزبط. بس بقى لنا 10 سنين ما سمعناش عنه حاجه. فكل المجموعات كده، ثلاث فرق اسماء هيتنافسوا على تذكرتين، اثنين اقوياء دلوقتي وواحد اسمه وتاريخ. لو فعل اسمه وتاريخه ورجع تبقى المنافسه قويه، لو ما فعلش يبقى التذكرتين محسومتين للفرقتين الاقوى في المجموعه. يعني انت شايف كل المجموعات متوازنه، ما فيهاش حاجه اسمها لا والله دي مجموعه؟ خالص، كل المجموعات متوازنه، كل المجموعات هتبقى الصراع فيها ثلاثي على خطف البطاقتين. طب لو قلت لك توقع لي كده مركز اول وثاني صاعدين من مجموعه الاهلي. الاهلي الشباب والوزداد على حسب الاول وثاني في المواجهات المباشره، وسبحان الله القرعه خلت الفرقتين يلعبوا ورا بعض الجوله الثالثه والرابعه، يعني الاولى والثانيه الاهلي مش عارف اورلاندو، وبعدين مش عارف ايه الجوله الثالثه الاهلي هيستضيف شباب بلوزداد، الجوله الرابعه يترد له على طول شباب بلوزداد يستضيف الاهلي، فهم المباراتين دول هم اللي هيحسموا مين الاول والثاني. بيراميدز مجموعته يعني اللي هو المفروض بقى بيراميدز يعني اعمل حاجه عامه بقى، يعني اعمل حاجه والا بجد اقفلوا باب النادي وروحوا. ليه ما كسبوا كاس مصر اهو؟ ما هو بناء بقى على اول بطوله المفروض يحط عينه على منصه التوجيه مع الوضع في الاعتبار، يعني مع الوضع في الاعتبار انه طبعا انا بقول والله اهو كاس مصر يعني جه قبله حياه ليه مش لنادي بيراميدز، لمشروع بيراميدز. ممكن يكونوا اجتهدوا على مدار الموسم اللي فات ده. ما انا بقول لك اهو، انت لو ركزتي بس من المصطلحات والكلمات هتعرفي اللي انا قصدي عليه. الفوز بكاس مصر الموسم الفاضي الماضي قبله الحياه. ايه؟ قبله الحياه لمشروع بيراميدز الاستثماري. يعني السنه اللي فاتت لو كان كاس مصر ده بالذات ما كسبوهوش، انا في رايي ان احنا كنا هنبقى دلوقتي قاعدين عند القائمين على اداره بيراميدز بيراجعوا حساباتهم ويشوفوا اساسا نمشي نكمل ولا ما نكملش، احنا اللي بنعمله صح ولا لا، الاستثمارات والمليارات اللي اتضخت دي في مكانها ولا لا، لان مش معقوله كل اللي بيحصل ده وما نطلعش ببطوله رمضانيه حتى. فبطوله كاس مصر جت بقول لك قبله الحياه لمريض كان بيفارق الحياة مرة واحدة، رجعت فيه الحياة والأكسجين والحيوية دبت فيه، ده رقم واحد. بس لازم يضع في اعتباره ان بطولة كاس مصر اللي فاتت جت على طبق من ذهب. من ذهب ليه؟ من ذهب عشان الزمالك قرر جوميز في ماتش كده انه يهزر فيلعب بتشكيلة مش متناغمة ومش متناسقة، اعتقد ان ماتش طلائع الجيش في كاس مصر، فعمل حاجه غريبه كده والزناري كتر خيره وعمل حاجه اغرب في الدقيقه حاجه و90 لو انا فاكر، واهدى طلائع الجيش جون لطيف جدا. فالزمالك طواعيه قرر انه يخرج من بطوله الكاس، والاهلي من بره قال لك انا مش لاعب يا عم. فالاهلي والزمالك بيراميدز كان قدامه الطريق مفتوح، اهلي والزمالك اهدوا بيراميدز البطوله بالبلدي كده. الاهلي والزمالك اهدوا بيراميدز، قالوا له اتفضل احنا مالناش مزاج السنه دي في الكاس، اتفضل عيش. عشان كده بيراميدز لو خدت بالك لا رايح لعبته ولا اشرك الناشئين ولا عمل، قال لك موتي بموتي البطوله دي، وفعلا دخل عليها وجابها. في دوري الابطال في دور المجموعات معاه سجرادا الانجولي، دي جوليبا وربنا ما عرف عنه حاجه.
ومعاه الترجي. الترجي حدث ولا حرج. سجرادة الانجولي شفناه السنه اللي فاتت قدام الزمالك في الكونفدراليه، عمل ماتشات حلوه. ايه ما هو اصل بيراميدز عليه شويه مفاجآت برضه عظيمه. انا بقول لك نفس الفكره، هما ثلاث انديه الترجي وبيراميدز و اسمه ايه سجرادة. دي جوليبا كل فرقه في التصنيف الرابع معاهم فرقه جاي، لا في التصنيف الرابع جايه رابع. انا بقول لك كل فرقه في التصنيف الرابع جايه رابع. تمام. فالثلاثه دول هيتنافسوا. طبعا الترجي والبيراميدز المفروض ليهم الافضليه، بس سجرادة وكره انجولا كره حلوه ممكن نلاقيهم الثمانيه. فممكن جدا لو هزرتي معاهم في ماتش او بتاع، فعشان كده بقول لك انه التركيز سمه مهمه جدا من بدايه المشوار. استاذ تامر خلاص يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 7 منتخبنا القومي بقياده العميد هيلعب الماتش، ويوم الثلاث هيلعب الماتش الثاني قدام موريتانيا، واحنا اوريدي متصدرين المجموعه بست نقط وموريتانيا المركز الثالث بثلاث نقط. يعني لو كسبنا ماتش موريتانيا رايح جاي ان شاء الله هنضمن وكده نرتاح وننام، ويعني بوتسوانا بقى وموريتانيا ويعيشوا حياتهم. شايف مش شايف حسام حسن ايه ليه مش هنكسب؟ ما ينفعش نشوف. نعم موريتانيا مجتهد، يعني مجتهد طبعا وفرقه جميله ومحترمه واشقائنا واحبابنا، لكن يعني من بدايه القرعه احنا ما ينفعش نتكلم. عشان كده لو خدت بالك انا ما بتكلمش معاك في تصفيات كاس الامم الافريقيه دي، انت ناقص ما تتكلمش معايا في تصفيات كاس عالم. والله صح، والله والله صح، عيب نتكلم، عيب نتكلم في دي ودي. لو مصر ما وصلتش لكاس الامم الافريقيه وكاس عالم ما نبطل كوره، نقفل الاتحاد الجبليه ده نجيب درفه ونعمله بقى سوبر ماركت او هايبر او على النيل برضه يعمل شغل وبتاع، او نعمله فندق. لا لا ان شاء الله في انتخابات وان شاء الله ربنا يوفقه. بس انا قصدي انه لو مصر ما صعدتش من المجموعات دي اللي احنا بنلعبها في كاس الامم الافريقيه وكاس العالم، لا ما بقول لك نجيب درافه احسن. ما ينفعش، يعني ما ينفعش اقول لك بقى اصل ماتش يوم الجمعه وان شاء الله ست نقط واربع نقط، انسى الموضوع. احنا ان شاء الله في كاس الامم وان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله، ولو حدث شيء غير ده نقفل الفقره دي اساسا. لا 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 والله على النبي انت مالها الفقره دلوقتي ايه ده.